أهلا بكم في ترند. نشر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبر حسابه الرسمي في إنستغرام صور من اجتماعه عبر الاتصال المرئي بطلبة المرحلة الثانوية المتفوقين، وعلق قائلا: تشرفت اليوم بالاجتماع المرئي مع الطلبة والطالبات المتفوقين خريجي المرحلة الثانوية، الله يوفقهم ويحفظهم، بس أبيكم تتذكرون السؤال اللي قلت لكم إياه، شنو نقدر نقدم لديرتنا؟ بنسبة نجاح بلغت 97.9% في الثانوية العامة و 96.5% في التعليم الفني والمهني و 97.8% في المرحلة الإعدادية. نشر الحساب الرسمي لوزارة التربية والتعليم على إنستغرام أسماء الطلبة الأوائل في المرحلة الإعدادية والتعليم الفني والمهني والثانوية لجميع المسارات، تبعتها التهاني من الطلبة وذويهم على النجاح. بمشاركة من أقرانهم من مختلف مدارس العالم، تألق طلبة مملكة البحرين الموهوبين في منافسات جائزة تورنس للإنتاج الإبداعي للعام الدراسي 2019-2020، والتي نظمها مركز تورنس للإبداع التابع لجامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية عبر تقنية الاتصال عن بعد. وشارك من البحرين 180 طالب وطالبة من الموهوبين بالمدارس الحكومية والخاصة، واستطاع 13 منهم الفوز بمراكز متقدمة في مجالات الجائزة. عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت وزارة الخارجية رسائل توعوية عند السفر، فيجب عليكم التأكد من الإجراءات الاحترازية في البلد الذي تريدون السفر إليه والحرص على الالتزام بها، كما دعت إلى التواصل مع سفارة أو قنصلية مملكة البحرين في حال احتجتم للمساعدة. حذرت عدد من البنوك العاملة في البحرين عملائها عبر رسائل نصية من الرسائل النصية والمكالمات الاحتيالية، داعية لعدم الكشف عن معلومات بطاقة الخصم الخاصة بهم أو الرقم السري أو الرقم السري الإلكتروني لأي مصدر، وبأن البنك لن يقوم أبداً بالاتصال بكم لطلب هذه المعلومات. وكانت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني حذرت في الفترة الماضية عدة مرات من رسائل احتيالية تطلب تحديث المعلومات البنكية للأفراد من خلال الدخول على أحد الروابط الإلكترونية التي تهدف إلى اختراق كلمة السر لمستخدمي خدمات البنوك عبر الإنترنت. لابد وأنكم شاهدتم صور هذا الرجل منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هذين اليومين، فبين ليلة وضحاها تحول التنزاني سانينيو لايزر من عامل منجم بسيط إلى مليونير، وذلك بعد عثوره على أكبر حجرين من التنزانيت، وهي من الأحجار النفيسة التي تستخدم في صناعة الحلي، وحصل على حوالي 3.5 مليون دولار من وزارة التعدين في البلاد مقابل الحجرين اللذين بلغ وزنهما الإجمالي 15 كيلوغرام. وبشذي مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند. إلى اللقاء.